السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول الريفت ما فيهوش اركتكتشر تمبليت، ولما بشغل فايل جديد ما بيجيبش الاربع بوهات وما بيجيبش الليفلز، بيديني في الواحد بس. طيب المشكلة دي ايه؟ المشكلة دي بسيطة خالص، تعالوا نشوفها مع بعض. تمام، خليني اجي هنا على الفيو وهقول له انا عايز اشوف الواجهة الرئيسية. اول ما البرنامج يفتح بيجيلي بالشكل دوت. طيب لو احنا جينا نبص كده بلاقي ان انا عندي كونستراكشن تمبليت، اركتكتشر تمبليت، ستراكشر تمبليت، ميكانيكال تمبليت. ينفع احمل من على النت اي تمبليت، اي ملف يكون امتداده ار تي اي، يعني الريفت بيبقى ار في تي، ار في اي، ار في تي اللي هو اختصار ريفت بس شايلين الحروف المتحركه، التاني بيبقى ار تي اي. طيب لو انا عايز اضيفه، يعني انا حملته من على النت ولو قلت له ملف جديد هيبدأ يظهر عندي الملفات بالشكل دوت. لو انا قلت له براوس هلاقي ان في ملفات كتيرة امتدادها ار تي اي ظهر معايا هنا، يعني مش شرط دول بس، لا في كتير. طب لو انا عايز اضيف حاجة تانية بكل بساطة باجي هنا وبخش في الاوبشن وباجي في الفايل لوكيشن واقول له علامة زائد وابدأ اضيف اللي انا عايزه. اضيف مثلا دوت فيظهر معايا بالشكل ده، اقول له اوكي يبداوا يظهروا معايا هنا. يعني دي مش مشكله، هي الفكره كلها ان انا اضيف التمبليت اللي انا عايزه. يعني مثلا انا شغال مهندس كهرباء، الغي كل دول واحط بس ايه الحاجات الكهرباء اللي عندي. ممكن ما يكونش تمبليت واحد كهرباء، ممكن كذا تمبليت كهرباء، ممكن واحد خاص بالفيلا، واحد خاص بالسكيورتي، واحد خاص باللايتنج. يعني التمبليت ده انا بظبط الحاجه اللي انا عايزها، يعني بالشرط ان هو اركتكتشر يبقى ما ينفعش اشتغل عليه حاجه تانية. لا، في بعض الاعدادات ببدا اخشها في فهم الناقصه وهكذا. لو انا قلت له نيو وقلت له نان هتحصل المشكله اللي حصلت مع صديقنا دوت، ان هو الليفيشن مش موجوده. تمام، فباخد وقت كتير وتيجي تكتب تكست لقيت شكل التكست عجيب او مش هو اللي انت عايزه. فعشان تخلص من الاعدادات دي بتبدا بالتمبليت، بتشتغل على التمبليت ده شويه وبعد كده بتبدا تعمل التمبليت الخاص بك انت وتبدا تعدل فيه لحد ما يوصل ان خلاص هو دي كل التعديلات. يعني لما بتبدا بالاركتكتشر تمبليت العادي دوت بتلاقي في حاجات مختلفه عن اللي انت متعود عليها او الشركه متعود عليها، فبتبدا تعدل اللي انت براحتك.